صامت الحاصل على معدل 19.24 الدورة العادية شعبة علوم رياضية ألف بمدينة الجديدة. أولا كنبغي نشكر جميع الأطر التربوية ديال مؤسسة إحسان على رأسهم أستاذة أمينة، وكنبغي نوجه الشكر للوالدية اللي وقفوا معايا وصهروا معايا باش حقق هذه النتائج المفرحة. وفي الأخير كنبغي نهنئ الزملاء ديالي على النتائج اللي حصلوا وكنتمنى لهم التوفيق. أنا حاليا عندي رؤية مازال ما واضحاش 100%، ولكن كنفكر في التوجه الطبي ولا في التخصص الطبي. نتمنى من الله التوفيق ليا ولجميع التلاميذ ولجميع الزملاء ديالي. مطران ملك، حاصل على شهادة البكالوريا في مسلك العلوم الفيزيائية غير فرنسية بمعدل 19.21. أنا جاية من عمالة المحمدية المرتبة الأولى، وأنا صراحة يوم جد سعيدة بحضوري هنايا، حيث استضفنا السيد الوالي لجهاز دار بيضاء الصداط هنايا باش أننا نحصلوا على تتويج وعلى تهنئة من طرف ديالو. ان شاء الله معولا ندير المعهد العالي للتجاره واداره المقاولات اسكاو. المهم الحمد لله نكون في المجال ديال الاقتصاد. ياسر جديل، الحاصل على 19.23 اعلى معدل في جهه في منطقه عين السبال الحي محمدي. انا جد مسرور على بحصولي على هذا المعدل اللي كنعتبره في حد ذاته انجاز، وهذا مجرد نتاج لتفاعل وتضافر مجهودات الطاقم التقني والطاقم الاساتذي والمديري ديال جهه ومنطقه عين السبال الحي محمدي. وكنبغي نشكر جميع الاساتذه وجميع المؤطرين الذين سهروا على التدريس ديالنا، ومن سواء من الناحيه التعليميه ولا من الناحيه النفسيه. وكنوجه الشكر للعائله ديالي التي كانت الموجه الرسمي لهذا الانجاز. وكلمه اخيره، شكرا. ان شاء الله التوجه ديالي كنحاول نوجه راسي لكل ما هو طب عسكري، ولما لا الهندسه او لا الميدان ديال البرمجه، وان شاء الله نكونوا في ميادين مفتوحه ان شاء الله على افاق كبيره ان شاء الله.